أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم. ما زال الحديث عن انتشار مرض الفطر الأسود، كثير من الناس عم تتساءل حول هيدا المرض، الحالات الموجودة بالبلد، أعراضه، في قلق وخوف من هيدا المرض إنه ممكن يأثر على الشخص ويموت، ممكن يأثر على العين، تروح العين، يروح البصر، كثير من التفاصيل سمعنا عنها والشائعات كثير سمعنا عنها بالآونة الأخيرة. نحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الدكتور جان شاهين، اختصاصي صدرية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. يعني هلا بالبداية خلينا نعرف شو هو الفطر الأسود، من وين اجى، شو أعراضه، كيف المريض يعني بحس انه معه فطر أسود، كيف يعني لهلا نحن لساتنا مذهولين مرعوبين ومرعوبين وما عم نعرف شيء. اول شيء صباح الخير للجميع. هلا اول شيء نحن يعني بشكل عام هو مو شيء جديد، الفطر الاسود بالنسبه لنا مو شيء جديد ابدا، تمام. هو كل وسائل التواصل اول ما طلع الفطر الاسود، طبعا هذا الشيء بلش الحكي عنه مثل ما بنعرف يعني تقريبا بايار 2021 وقت كانت ذروه هجمه الكوفيد الكورونا بالهند، بلش تظهر حالات من الفطر الاسود. طبعا هو الفطر الاسود بالنسبه لنا هو شيء معروف من قبل، مو شيء جديد. بلش ينكتب على وسائل التواصل الاجتماعي وباء جديد يضرب العالم، وباء قاتل يضرب العالم. طبعا هو ما نو اول شيء تصنيفه ما نو وباء، تمام. الوباء هو اول شيء تصنيف وباء بده يكون انتشار شديد، صحيح. تمام. ثاني شيء بده يكون معدي بشده، تمام. هو هلا بنحكي بس هو ما نو معدي ابدا من شخص لشخص، صحيح. هو ما نو معدي من شخص لشخص وما نو وباء، لكن يمكن موجود، يعني حتى كوفيد فينا نقول كمان كان موجود سابقا بس ما نو موجود منتشر بهي الطريقه كوباء. يمكن انتشار اليوم او كثير من الحالات اللي عم نسمع عنها على مستوى العالم انه بعد كورونا عم تنصاب بالفطر الاسود هي حاله الخوف والقلق عند الناس لانه ما عندها معلومه صحيحه، وحتى اذا توجهت للانترنت كمان مش ما عم تاخذ معلومه الصادقه والصحيحه. خلينا نحكي بالبدايه نعرفه أكثر للفطر الأسود شو هو، كيف يصاب فيه الشخص. نحن قلنا أنه هو غير معدي ودائما عم نسمع أنه هو يؤدي إلى الموت، يعني هلأ بتسمع حالات بين أنه في بالمشفى شخص معه فطر أسود بيحتاج لستين إبرة، تكلفة الإبرة هالقد بحالات، بيقولوا لك من العفن، هو العفن أساسا كان موجود، طب ليش سابقا ما كان ينصاب فيه الشخص، هلأ لأنه المناعة عند الشخص أو عند الإنسان اختلفت أو تغير الوضع والمناخ بشكل عام. تمام. هلا هو عموما الفطر هو من انواع الانتانات، صحيح. الانتانات عندنا انتانات سواء جرثوميه او فيروسيه او فطريه، تمام. الشائع الاكثر شيء هي الشائعه هي انتانات جرثوميه او انتانات فيروسيه، تمام. الانتانات الفطريه عموما احنا بنوصفها يا بتكون عند الشخص الطبيعي تجي انتانات فطريه عاديه، يعني مثلا مثل فطر على الجلد، انتانات فطريه جلديه، نادرا بس نقول فطور جهازيه فهي غالبا بتكون انتهازيه، يعني انتهازيه هي بتنتهز فرصة ضعف المناعة عند الشخص لحتى تصيبه. كنا نشوفها سابقا الفطر العفني أو الفطر الأسود أو غيره من أنواع الفطور أو إنتانات انتهازية تانية، كنا نشوفها عند المرضى المصبطين مناعيا، يعني المرضى اللي بيتلقوا علاج كيماوي بياخذوا علاج كيماوي بنعتبرهم مضاعفين مناعيا، بياخذوا كورتيزونات لفترة طويلة، مرضى ضعف المناعة المكتسب اللي هو الأيدز، المرضى المضعفين مناعيا لاي سبب سواء قصور كلوي مزمن سواء يعني عموما بشكل عام المصبطين مناعيا. طبعا الفطر الاسود هو شيء موجود بحياتنا بشكل عادي، يعني موجود بالسمات تبع التربه، موجود بعفن الخبز، بعفن الفواكه المتحلله، الخيوط الفطريه تبعه موجوده بالطبيعه عندنا، نحن ممكن نكون عم نستنشقها كل يوم بحياتنا الطبيعيه، بس نحن كاشخاص اسوياء مناعتنا سويه غالبا قادره تسيطر على هذا الشيء، مثل كثير شغلات، مثل ما بنعرف يعني وقت بتكون شخص مناعته طبيعيه، في جراثيم طبيعيه، في فطور طبيعي احيانا موجوده بجسم الانسان، هو متعايش معه بحيث انه في توازن، عم مثله توازن بجسمه، فهذا الفطر العفني عم يستنشق، نحن ممكن نكون عم نستنشقه بشكل طبيعي بحياتنا اليوميه، بس مناعتنا السويه قادره تسيطر على هذا الفطر، ولكن وقت الشخص تضعف مناعته لاي سبب كان، طبعا مو اي شخص تضعف مناعته مفروض يصيبه فطر اسود او غيره، بس يعني ممكن بتزيد احتماليه انه ينصاب بالفطر الاسود. هلا هذا الشيء صرنا نشوفه حاليا بوباء كورونا بسبب عده اسباب، اول شيء الكورونا بحد ذاتها ممكن تكون مضعفه للمناعه، ثاني شيء الاستخدام الجائر للصادات الحيويه مثل ما بنعرف،
هو عم يسبب ضعف مناعة عند الشخص، عم يخلله بالتوازن الطبيعي تبع جسمه. والأهم هو استخدام الديكساميتازون أو الكورتيزونات بشكل عام الجهازية اللي هي نستخدمها نحن بالكوفيد، منشان ما بدي فوت كتير بتفاصيل، بس منشان شيء اسمه عاصفة السيتوكينات ما تصير وتدمر الرئتين وتدمر تعمل أزيات جهازية عند الإنسان، فنستخدمها كمثبط مناعة، لأنه أحيانا بتكون مناعة الشخص هي اللي عم يعني زيادة المناعة عند الشخص أو عاصفة السيتوكينات هي اللي عم تعملنا مشكلة، غالبا بتبلش بالأسبوع الثاني من الكوفيد. فنحن سواء استخدام الصادات بشكل جائر أو استخدام الكورتيزونات كمان بشكل جائر لفترات طويلة، طبعا الكورتيزون لفترة قصيرة لفترة محدودة وفترة مدروسة وجرعات المدروسة واستطباب محدد، هي غالبا ما رح تعملنا مشاكل، ولكن الاستخدام الطويل استخدام الغير مدروس طبعا يعني بدون استطباب، لأنه دائما عم أقول لكم بالأسبوع الثاني بتبلش الهجمة المناعية، في مرضى عم نشوفهم عم ياخذوا عم يبلشوا لهم بالكورتيزونات بالصادات الحيوية من أول ما بتبلش الحرارة أو الأعراض البسيطة تبعيت الكوفيد، اللي هي مو بحاجة إلا لشوية مسكنات وشوية رافعات مناعة وشوية سوائل وراحة ممكن نسيطر على الموضوع، فما بحاجة لا لصادات حيوية ولا لكورتيزونات. فنحن منقول هو شيء موجود، الفطر الأسود هو شيء موجود من سابقا تمام، ولكن حاليا استغل ضعف المناعة الموجودة حاليا نتيجة الكوفيد وعلاج الخاطئ أو العلاج الجائر بالصادات الحيوية أو الكورتيزون وعملنا هي المشكلة تمام. نعم دكتور، طب ليش بيظهر على الوش هي يعني هي الرقعة السوداء، ليش بهي المنطقة حصرا؟ وبيقولوا انه هو ببلش ياكل من الدماغ، وليش هو مميت؟ في حالات انشفت مثلا انتم كاطباء على اتصالات مباشره يمكن مع تطور العلم مع الادويه الصحيحه، في حالات هي عن جد انشفت ولا لا للموت؟ هلا هو الفطر الاسود يعني صراحه بس يتشخص هو او يبين عند الشخص فهو شيء سيء للصراحه. طب هو في له تحليل دكتور؟ تماما. هلا رح كمل لك، اول شيء رح نبلش بالاعراض. هلا هو اول شيء رح بقول لكم هو من بين اذا اخذناها نسبه من المجتمع فهو شيء نادر ما انه شيء شائع كثير، مثلا انه مثلا بين بجوز بين 100,000 شخص نلاقي 10 اصابات لنفترض بالفطر الاسود مثلا. هلا ما في نسبه محدده وما في دراسه محدده، بس يعتبر هو شيء قليل ما انه كثير شائع. هلا هو ممكن يصيب اي جزء من جسم الانسان، يعني ما في والله انه حصرا بالجيوب الانفيه ولا حصرا بالجلد ولا حصرا بالعين، ممكن يصيب اي جزء من جسم الانسان حسب منطقه الدخول تبعه حسب منطقه الاستوطان تبعه. فممكن نشوفه بالجيوب الانفيه، اشياء منطقه الجيوب الانفيه ومنطقه الجيوب لانه ممكن تكون هي منطقه الدخول تبعه من هون، ممكن نلاقيه بالملتحم او بالعين عند الشخص تمام، ممكن نلاقيه بالجهاز الهضمي عند الشخص، ممكن يصيب الكليتين عند الشخص، ممكن يصيب يعمل انتانات جلدية عند الشخص حسب منطقة دخوله. طبعا هاي المنطقة هي حاليا عم نشوفها هي صراحة الأشياء منطقة الوجنة. طب إذا هو دكتور بينتقل من خلال الشيء اللي معفن الاستنشاق الأبواق ممكن تعملنا هاي القصة تمام. طيب إذا ولمس الأبواق ممكن تعملنا انتانات للجلد، إذا دخل على الجهاز الهضمي ممكن يعملنا انتانات بالجهاز الهضمي، يعني ممكن يصيب الجهاز الهضمي. بس نرجع تفاصيل غسل اليدين وهي نفس يعني فينا نقول التحذيرات الكورونا، النظافة الشخصية هي تبتعد. النظافة الشخصية وعندنا شغلة تانية التخلص من النفايات بأقرب وقت، يعني مثلا الخبز المعفن، الخضرة المعفنة، بقايا الفضلات عند الزبالة بالبيت ما لازم تضل فترة طويلة، هي بتعملنا وقاية نسبية. برجع بقول لكم موجود هو الفطر، ما فينا نحمي حالنا 100% منه شو ما عملنا، بس نحن بنخفف احتمال انه ينتقل لنا كأشخاص. مثل ما قلت لك إذا شخص سوي مناعيا ما عم ياخذ أدوية مثبطة للمناعة وما عنده أمراض منهكة للمناعة مثل السكر مثلا أو أمراض ثانية، فهو شخص مفروض شو ما صار يسيطر على الموضوع، بس نحن بنخاف عند المرضى المضعفين مناعيا تمام. هلا نحن مشكلتنا بهي المنطقه انه هذا الفطر بس يصير فهو مدمر، يعني مدمر للنسيج اللي حواليه، فممكن نحن ممكن ينتقل للدماغ يعملنا اذيه دماغيه تمام. كيف علاجه يعني لحتى ما وصل لهي المرحله؟ هلا نحن مبدئيا نحن راح يبلش عندنا ممكن يبلش باحمرار بالمنطقه
تمام، ممكن يبلش بنز بسيط من المنطقة، ممكن تبلش تطلع قشور سوداء من الأنف، ممكن يبلش احمرار أو تورم بالملتحمة، تمام. هذا الشيء بس نبلش هلا، هو التشخيص ممكن يكون تشخيص سريري بس، تمام. ممكن يختلط بشغلات تانية، مثلا ممكن يبين بالوهلة الأولى ممكن يبين مثل أي إنتان جلد بسيط، تورم بالجلد أو شيء بهي المنطقة، تمام. هلا التشخيص الاكيد طبعا بده يعني نحن ممكن نشخص على الشك، اذا كانت الامور كثير واضحه ممكن نلجا ل زروعات فطريه لنشخص، يعني ممكن ناخذ نسيج من هاي المنطقه نزرعه لهذا الفطر، نعمل تحليل لهذا الفطر بالمخبر. ممكن ناخذ اذا في سوائل ممكن ناخذها نحللها للفطر بالمخبر، تمام. نحن بشكل عام اذا بدنا طبعا الوقايه هي الاساس، بنرجع بنقول هي الوقايه، انه ما يصير هو افضل شيء، تمام. بس اذا صار نحن حسب اخر الدراسات الامريكيه مفروض نحن ما تتشخص الفطر الاسود، يعني يفضل اجراء عمل جراحي تنظير جيد للانسجه اللي اكلها الفطر، بالاضافه الى العلاج بمضادات الفطريه. مضادات الفطريه هي شيء مكلف وشيء غالي وشيء منهك، لانه بنعرف هو الدواء الافضل لهي القصه هو الانفوتيريسين بي، طبعا لا يخلو من المشاكل الانفوتيريسين، تمام. هو مضاد فطري بناخذه فتره، ممكن يمتد العلاج 6 أسابيع مثلا بالمضادات الفطريه، تمام. طبعا هذا الشيء منهك للشخص، منهك جسديا ومنهك ماديا، منهك للمشافي لانه المريض رح يقعد فتره طويله بالمشفى، تمام. ويعني شيء سيء بالاخير نسبه الوفيات للصراحه شو ما عملنا باحسن الدراسات عم تكون 50%، تمام. يعني نص الاشخاص بيتوفوا، هو ب 50 ل 80%، لانه في محلات ممكن تصير 80%. طيب دكتور بالختام خلينا نقول شو هي النسبه، يعني كيف ممكن يشفى المريض، شو احتمالية شفائه، شو هي الحالات، لا هي الحالات مميتة ولكن في حالات استثنائية ممكن ينجو المريض منها، شو هي؟ نحن عم نقول نسبة الوفيات 50 ل 80%، فنحن عندنا 20 ل 50% حسب كل محل، حسب درجة يعني العناية، يعني مثلا المناعة، العمر، المناعة، كل ما بنرجع نقول كل ما كان المرض منهك للشخص، يعني كل ما كان المريض مناعته يعني سيئة، يعني إذا كان مثلا مريض كورونا كانت الكورونا مستفحلة فيه وشو اسمه الامور سيئه من ناحيه الكورونا، فهو شخص كمان مناعته قصة اضعف من الشخص الشافي. في مرضى بيشفوا من الكورونا بعدين بتصير نتيجه الضعف المناعه صار عندهم بعدين بصير الفطر الاسود، هذول افضل طبعا من المرضى لساتهم عم ياخذوا كورتيزونات لحد هلا، عم سكرهم كثير عالي غير مضبوط، الكورونا غير مسيطر عليه، عندهم امراض ثانيه قصور كلوي، عندهم امراض ثانيه منهكه للمناعه، هذول اشخاص طبعا نسبه الوفاه عندهم اعلى من الشخص المناعته صارت في طور الترميم، يعني مناعته عم تترمم، طلع من الكورونا سكره مضبوط، عمره اقل، طبعا بالعمر بيضعف المناعه، كل ما زاد العمر كمان ممكن يكون مضعف المناعه، هدول مثل ما قلت لك كل ما زادت عوامل الخطوره نحن الشخص بيكون مناعته اضعف من الشخص العادي، فنحن هذا الشخص معرض انه يتوفى من الفطر الاسود اكثر من غيره للصراحه، وينصاب بالفطر الاسود اكثر من غيره. برجع بقول لكم الوقايه هي الاهم، وقايه من انه يصير الفطر الاسود هي الاهم. صار الفطر الاسود فنحن مفروض نضبط العوامل اللي سببت الفطر الاسود، بالاضافه الى علاج الفطر الاسود سواء بالتنظير الجراحي او بالمضادات الفطريه، ومثل ما قلت لكم هو فقط التنظير الجراحي، ومثل ما قلنا الابر اللي عم نسمع عنها هي فقط اللي بتحد مضادات الفطريه، لهيك الوقايه خير من قنطار علاج، يعني الوقايه هي اهم شيء، الحفاظ على النظافه العامه والشخصيه ونظافه المنزل مثل ما قلنا. نتمنى الصحه والسلامه للجميع، ونتشكرك دكتور على هي المعلومات، وفعلا يمكن مثل ما قلت بالبدايه اهم شيء الناس هي تكون تاخذ كل احتياطاتها والوقايه اللازمه لحتى ما حدا ان شاء الله يا رب ينصاب. نرجع المبادئ الأساسية، أول شيء الوقاية من الكورونا بغسيل الأيدي، بالكمامات، بالتباعد الاجتماعي، بعدين إذا صارت لا سمح الله الكورونا بنحاول قد ما فينا نحد من استخدام الشغلات اللي ممكن تضعف لنا مناعتنا، والوقاية خير من قنطار علاج. نعم، نشكرك كثير دكتور.